تتسم العلاقات المصريه الارمينيه بخصوصيه تاريخيه وتعاون وثيق وبناء لا سيما في ظل الجاليه الارمينيه الكبيره الموجوده في مصر الزيارات المتبادله بين البلدين خاصه زياره رئيس السيسي في مارس من العام الماضي الى العاصمه يريفان وهي الاولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال ارمينيا عززت من العلاقات بين البلدين في كافه المجالات وخلال جلسة مباحثات بين رئيس السيسي ورئيس الوزراء الأرمني كول باشينيان اكد باشينيان اهتمامه بتطوير العلاقات مع مصر في ضوء محورية دورها في منطقتي الشرق الاوسط وافريقيا فضلا عن سياستها الخارجيه المستقله والمتوازنه في التعامل مع التحديات المعقده في محيطها الاقليمي المضطرب كما اشاد بالعلاقات التاريخيه والخاصه التي طالما ربطت بين البلدين الصديقين وبالزخم الذي شهدته تلك العلاقات خلال الفتره الاخيره من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى اهم ما يميز العلاقات السياسيه بين البلدين هو تقدير ارمينيا لموقف مصر المحايد من نزاع ناجورنو كاراباخ وكذلك استضافه مصر للارمن الفارين من المذابح التي تم ضدهم ودمجهم في المجتمع المصري وخلال السنوات الماضيه شهدت علاقات البلدين ازدهارا كبيرا ولعل اهم ما يميز تلك العلاقات هو الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والذي يؤدي دورا مهما جدا في تدعيم العلاقات الثنائيه بين البلدين فارمينيا تشعر بالامتنان لما يقدمه الصندوق من مساعدات سواء في شكل دورات تدريبيه في مختلف المجالات او في شكل مساعدات ماليه وفنيه